يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا، يوم جديد، حلقه جديده. اهلا وسهلا بكل متابعي السادسه. الحقيقه يمكن عندنا نقول كده فرصه لالتقاط الانفاس، يعني احنا بنتكلم على سيزن يمكن يكون الاطول في التاريخ، تقريبا 15 شهر من بدايه السيزن اللي لسه لغايه اللحظه دي ما انتهش، ولكنه الحقيقه حتى اللحظه موسم اكثر من ناجح. نتمنى ان شاء الله ربنا يكمله على كل خير ويفرح كل الأهلاوية في كل مكان ويكتب لنا الفوز ببطولة أفريقيا. 11 يوم بتفصلنا عن النهائي الحلم، 11 يوم ممكن تكون قابلة للزيادة، ولكنها في جميع الأحوال فرصة، فرصة لحاجات كتيرة جدا. بداية طبعا لما نتكلم على سيزن ممتد ل 15 شهر يبقى بالتأكيد في حالة تعب وحالة إجهاد كبيرة جدا للفرقة، خصوصا بعد خوض ماتشين في منتهى القوة مع الوداد في لقائي قبل نهائي دوري الأبطال، وبالتالي فرصة أنك أنت تدي بريك للعيبتك، وده اللي حصل بالفعل. مستر موسيماني إدى الفرقة راحة لمدة 48 ساعة، فرصة كمان أنك أنت تعيد ترتيب أوراقك وتبص للنهائي بنظرة مختلفة، وخصوصا أنه النهائي مباراة من جولة واحدة أو لقاء من جولة واحدة، ما عندكش فرصة الذهاب والإياب، ما عندكش فرصة لا قدر الله التعديل إذا ما كنتش موفق في المباراة الأولى، ودي بيكون ليها حسابات تانية خالص. دي بتكون الحقيقة في أوقات كتيرة جدا فرصة خادعة، فرصة من الممكن أنه يتم استغلالها بشكل ما يرضكش أو بشكل ما يخليكش توصل للنتيجة اللي أنت عايزها، وأنا بعتقد مستر موسيماني حاطط ده في اعتباره. فرصة كمان أنك أنت تذاكر المنافس، سواء كان رجاء سواء كان زمالك، تحط إيدك على مواطن القوة، تحط إيدك على مواطن الضعف، تفكر في التكتيك والخطة اللي انت هتبني عليها أو هتبني بيها طريقة لعبك في المباراة. الأهم كمان من أهداف الفترة دي أنك تحافظ على فرقتك، مش بس من الإجهاد، نحاول كمان نشوف أوراقنا اللي ممكن تدعم الفرقة في مواجهة الرجاء أو الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. ومهم والأهم أنه اللعيبة تتحمل مسؤولية، مش عايزين لا قدر الله في فترة ال 11 يوم دول أي إصابات من أي نوع، سواء جوه الملعب اثناء التمرين او سواء بره الملعب، لا قدر الله لا قدر الله ناخد بالنا عن نفسنا من كوفيد 19 اللي للاسف الارقام في كل انحاء العالم ابتدت تعلى مره ثانيه. اخبار فرقتنا ايه وازاي هنبص على الفتره اللي جايه وازاي بنستعد لنهائي افريقيا، ده هيكون عنوان حلقتنا النهارده. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدا مع حضراتكم اول اخبارنا في حلقه النهارده.